وصلنا لمحطتنا التالية. مع جائحة كورونا اللي عم تنتشر بالعالم، بيبحث كل شخص فينا عن الأغذية السليمة والصحية اللي بتساعد على محاربة هذا الفيروس المستجد، وعن أهم العناصر الغذائية اللي ممكن تكون موجودة بين إيدينا اليوم، كوننا بدأنا أكيد بموسم الصيف واللي فيه كتير من الخضروات والفواكه. أكيد سلمى، اليوم ضمن مساحتنا الصحية رح يكون عندنا مجموعة من الأفكار يلي ممكن تحفظ الخضروات والفواكه الموسمية المتواجدة هلأ بوفرة لأكبر فترة ممكنة لتكون تازة وطرية. هل الطريقة وغيرها عن القيمة الغذائية؟ وتفاصيل أكثر مع الدكتورة نور منستري، أخصائية صحة غذائية. صباح الخير. صباح النور. نور، يسعد صباحك. بونجورك يا سلمى. يسعد صباحك. وانت بألف خير يا رب. شكرا. وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. نور، خلينا نبلش معك. يمكن رح نروح بالبداية نتعرف مع المشاهدين على بعض الأغذية اللي هي ممكن ترفع مناعة الجسم، وبعدها رح نرجع بقى نحكي تفاصيل كيف نحافظ على هي الأغذية مع حضرتك. خلينا نشوف سوا. لكي يتمكن جهاز المناعة من الدفاع عن الجسم ضد الفيروسات كفيروس كورونا المستجد، يجب أن يكون محصناً بمجموعة من العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة. معظم الأطعمة التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي ومحاربة الكورونا من السهل الحصول عليها ومتواجدة في معظم المنازل، وهي البيض. يحتوي البيض على أكثر من 20 نوعاً من الفيتامينز والمعادن الأساسية، كما يحتوي على عنصر السيلينيوم وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دوراً رئيسياً في تقوية الجهاز المناعي. والشاي يعتبر بمختلف أنواعه سواء الأخضر أو الأسود على حد سواء، يحتوي على مركب الفلافونويد وهو نوع من مضادات الأكسدة، ويساهمان في رفع جهاز المناعة ليستطيع الجسم على مقاومة الأمراض. الثوم يساعد في رفع مناعة الجسم للحد من الإصابة بمختلف الأمراض، كما أنه يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين ويسبب تعزيز مناعة الجسم. الفواكه الحمضية تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، كما يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعمل على محاربة الفيروسات. الفلفل الأحمر يحتوي على ضعف ما تحتويه الثمار الحمضية من فيتامين سي، كما أنه مصدر غني للبيتا كاروتين، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز جهاز المناعة لمقاومة الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم، وخصوصاً الأمراض التي تنتشر في فصلي الخريف والشتاء بسبب نشاط البكتيريا والفيروسات. مجموعة من العناصر يلي ممكن تتواجد بكل بيت ويلي ممكن تساهم بتعزيز مناعة الجسم، والتفاصيل مع الدكتورة نور منسترلي، اختصاصية الصحة العلاجية. نور، مثل ما تابعنا بالتقرير بعض الأغذية اللي ممكن تساهم بتعزيز المناعة، خلينا نحكي عنها وأيضا خلينا نتعرف أكثر على النظام الغذائي لتعزيز المناعة. هلا مثل ما نحن صرنا تقريبا شهرين بأساس الكورونا وهيك، فأغلب الناس صار عندها فكرة واضحة عن الأغذية المناسبة لرفع مناعة الجسم وتقوية الجهاز المناعي. الفكرة وين؟ الفكرة نحن كيف بنقدر نستفيد من هاي المواد، يعني نحن عم نستفيد منها وعم ناكلها، بس عم ناكلها بطريقة كثير مغلوطة، يعني عم ناكلها عن طريق الطبخ أكيد حتكون يعني فائدة نصف القيمة الغذائية لإلها، أو عم ناكلها ضمن يعني الأفضل إن إحنا ناكلها بطريقة فريش، إن كان توم أو بصل، هدول بيرفعوا مناعة الجسم، أكيد بيحتوي على مضادات أكسدة كثير عالية، إن كان الفلفل الخضراء أو الحمراء، كمان نذكر بالريبورت إنه فيها نسبة عالية جدا من الفيتامين سي اللي هي أكثر من الحمضيات، مثل ما قلنا البردقان والليمون كمان من قبل، بس أنا بفضل حتى لو أي حدا بيقدر يعملها بالبيت، شربة صغيرة كل يوم على الريق. بنشرب كاسة مي دافية، بنحط فيها عصرة نص ليمونة، أو حتى الأشخاص اللي ممكن يعانوا من مشاكل معوية فيها نحط شوي صغيرة ليمون ومعلقة صغيرة عسل، ما في عسل ممكن نحليها بدبس الخرنوب،
هيك بنرفع من مناعة الجسم. وهذا المشروب عن جد سحري، وأنا دائما يعني كل يوم ما بفيق بدونه. كيف العالم بتأدمن على القهوة، أنا بأدمن على هذا المشروب. على الصحي أكبر. تمام، نحن بنقدر نضيف عليه شوية قرفة، بنقدر نضيف عليه زنجبيل، بيقوي من مناعة الجسم. بس بنفس الوقت في أشخاص ما بيقدروا يتناولون اللي بيعانوا من ارتفاع بضغط الدم، لهيك هيدا الشربة بنقدر نحن نشربها كل يوم. بنقدر نشرب عصير البرتقال، وخصوصا هلا آخر موسمه. بس شو الفكرة سلمى، كثير ناس بيعصروا قنينة كثير كبيرة مثلا من الصبح، بياخذوها على وجبة الإفطار مثلا، خصوصا هلا برمضان بياخذوها على وجبة الإفطار. طب من الصبح للمساء بهذا الوقت نحن عم نفقد هاي القيمة الغذائية، فيتامين سي عم يتخرب، وخصوصا درجات الحرارة عم تعلى. لهيك نحن لازم لما نشرب او نعصر مثلا جريفون او برتقال، تمام، لازم يعني نعصرها ونشربها فورا بشكل مباشر، ما انه نحن انه نخزنها او نحطها بالبراد لانه اكيد بتتخرب. نضيف الفجل الفليفله للطبق السلطه اللي نحن كل يوم بنحضره، اهم من هيك الكركم اذا بنقدر نحن نضيفه بهارات لاي شيء بنتناوله. طبعا الكركم هو اذا بناخده كجذور مثل ما بناخذ الزنجبيل الاخضر، الكركم الاخضر هو اهم بكثير كفوائد من البودره حتى الزنجبيل. بس بنعرف هلا بما انه القدره الشرائيه شوي ضعيفه والاسعار كل ما عم تغلى، فنحن بنقدر ناخذ نص القيمه الغذائيه من البودرة. أكيد. يعني نور هلا نحن أنا ونور متحرقصين لنقوم نوقف جنبك، بس نحن عم نحافظ على التباعد الجسدي، ولحتى أنت تاخدي راحتك كمان بالوقفة على الطاولة. أنا حاسكن شوي مش يعني إنه نحن عم نعطي تمام نصائح للناس، فعلى الأقل كمان نكون ملتزمين فيها. فخلينا يعني في كتير شغلات عندك على الطاولة هلا، لو قدراني لو ما في كورونا كنت قمت واشتغلت معك شغلة شغلة، فيكي تشرحي لنا شوي شو اللي موجود؟ هلا بما انه نحن بفتره هلا مونه، كل ستات البيوت هلا موسم البازاليا، موسم الفول، موسم الانجنار، موسم الملوخيه، ففي عنا عده انواع من الخضار هلا موسمها، فنحن بنقدر ناخذ القيمه الغذائيه والفوائد والفيتامينات الموجوده فيها بالموسم تبعها. لهيك نحن عنا طريقه حفظها. في اشخاص مثلا حابين يمونوا منها لفصل الشتاء، طرق ممكن نحن كيف بنحافظ على الخضار والفواكه الموجوده ببيوتنا اكثر فتره ممكنه. يعني مثل ما بنعرف اوقات الفواكه بهالشوب ممكن تستوي فورا، يعني صح. يوم يومين الماكسيمم بيكون خربانه او طلعت طعمتها او طلعت ريحتها. لهيك في عنا عدة قواعد وعدة شغلات نبلش فيها لحتى كل ست بيت بعد شهر رمضان ننتقل هلأ يعني نلهي حالنا بشي تاني اللي هي مونة البيت، لحتى تمونوا بطريقة صحيحة ولحتى تحفظوا الأطعمة بطريقة صحيحة ما عليكم غير تتبعوا هاي النصائح. أول شغلة انه لازم ننظف يعني صحة جسمنا من صحة برادنا من صحة الفريزر تبعنا. كل ما كان البراد من جوا نظيف كل ما كانت الأطعمة محافظة على قيمتها الغذائية وما عليها أبدا لا بكتيريا ولا أي جراثيم ولا أي طفيليات أو بكتيريا تشكلت. يعني نحن مفروض من أسبوعين كل أسبوعين لثلاثة فينا نحن ننظف البراد كلياته، ننظفه نليفه حتى بالمعقمات، لأنه نحن لما بنحط الأطعمة كلياتها مع بعضها. في هلا في مقولتين، عالم بتقول لا لازم نغطي الأكل بالبراد، وفي عالم إنه لا. هون بقى بتختلف على حسب نوع الاكل، لانه في اطعمه بتطعم على بعضها، في في مثلا اطعمه بتقلب ريحه البراد كله، مثلا المعلبات اذا كانت مفتوحه ممكن تزنخ كل البراد وتطعم على كل المأكولات الموجوده فيه. لهيك اول شيء كل اسبوعين للثالث بدنا نحاول ننظف البراد. دائما في حدا بالعيله هو قاشوش البراد بياكل كل شيء بالبراد، لهيك بدنا نحاول انه يجي يوم الجمعه من ثالث اسبوع يكون البراد فاضي، ننظفه كله نرجع نضيف عليه المواد الغذائية. الشغلة الثانية بدنا نعرف كيف بدنا نوزع الأطعمة. يعني نحن بنحط مثلا البيض بالدرجة اللي على جنب بالبراد، بنحط كل شيء مشاريب وعصائر وحليب على جنب باب البراد، بنحط اللحمة فوق، ما بنعرف كيف الآلية تماما أو صحيحة. في ترتيب لترتيب البراد له أصول وله يعني بروتوكول معين لحتى نحافظ على القيمة الغذائية الموجودة بالأطعمة. أول شيء بالدرجة الأول الأولاني، خلينا نبلش درج. الدرج الأولاني لازم نحط كل شيء حليب ومشتقاته، كل شيء نحن هلأ بدنا ناكله.
لانه درجه الحراره نحن دائما برات تحت ودرجه حراره منخفضه، والحراره والهواء السخن بيرتفع لفوق، فالاطعمه اللي بدنا ناكلها بطريقه اسرع وبشكل اسرع مفروض نحطها فوق باول طبقه، وغالبا هي حليب ومشتقاته، لبنه، جبنه او اي طبخه نحن طابخينها. الدرجة الثانية أو الطبقة الثانية بنحط فيها الأطعمة المغلفة، يعني إذا كان فيها جبنة بس مغلفة منا مطبوخة أو مسلوقة أو معمولة، أي شيء مغلف. بنجي على الطبقة آخر طبقة، أغلب الناس بيقولوا لك هون يا بينحط فيها أسماك أو دواجن أو يعني جاج لحمة هيك، أو في عالم بيقولوا لا نحن بنحط خضرة فيها. صحيح. هو الشيء الأفضل من وجهة نظري أنا أنه نحن نحط الخضرة تحت بالدرجة التحتانية، وخصوصا الخيار والجزر. ليش الخيار والجزر بالذات؟ لأنه أول شيء هدول النوعين من الخضار بحاجة لأنه لحرارة منخفضة وعتمة، يعني سفل البراد هو بيكون أكثر شيء عتمة وأكثر شيء بارد، لهيك ما بينحفزوا بهدول الشغلتين بالذات غير بهي المنطقة. والشغلة الأهم إنه نحن ما بصير نخلط الخيار مع البندورة مع الفواكه، يعني ما بصير نخلط خضرة مع فواكه، لازم دائما نفصل خضرة لحال وفواكه لحال. ننتقل للدروج تبع البراد يلي بهالجهة، نحن دائما بنحط بيض، أناني حليب، بنحط اناني عصير. هون كثير غلط هدول الاشياء اللي نحن بنعملهم منا وجر، يعني مني انا واهلي وعائلتي وجر. نحن هون درجه الحراره بهي الجهه بالبراد بتكون من 7 ل 10 درجات، بهي درجه الحراره ما بيصير ما بتنحفز هي النوع من الاطعمه، يعني كبيض ما بينحفز بهذا النوع من الاطعمه. هون نحن مفروض نحطها بقعر البراد جوا قريب على البروده اكثر، تمام يعني. والافضل من هيك نحفظه برا البراد بس بمنطقه مظلمه، لانه حتى درجات الحراره الكثير منخفضه ممكن تضر البيض. الحليب مثل ما قلنا بالطبقة الأولى، العصائر كمان مفروض بالطبقة الأولى نحن نستخدم هدول الدروج يلي على جنب للبهارات والتوابل، تمام؟ هيك أول شيء ترتيب البراد. ننتقل للشيء الثاني، بحب أول شيء تسألوا شيء إذا خلينا نبين شو جايبة معك والطرق، لأنه كثير من الناس اللي عم تتابعنا وكثير من السيدات هلا موسم المونة وكيف عم نقدر، وفي كثير من الناس بتقول لك إنه مثلا أنا بدي حافظ على خضارة الخضرة، يعني مثل الملوخية مثلا. صح. أغلب الناس بتيبسها، بس في ناس بتقول لك لا أنا هي خضرة بحطها بالفريزر. في كثير طرق مختلفة لإلها. هلا اول شغله انه نحن لازم اي شيء بدنا نفرزه بدنا نعرضه لدرجه حراره او بدنا نحطه بمي مغليه من 10 ثواني للدقيقتين اقصى حد. في عالم كثير بفوروا، هذا الشيء كثير غلط لانه بيفقد من قيمته الغذائيه، لهيك نحن مفروض ما نتجاوز من 10 للدقيقتين. واكثر شيء يعني بياخذ معنا وقت هن الخضار الورقيه، هدول ممكن يضلوا معنا للدقيقتين. اما البازاليا، الفول، بامية مثلا، اللوبيا، هدول بياخذوا معنا 10 ثواني لا اكثر ولا اقل من هيك، بنحطهم بمي مغليه لهي الفتره وبنقيمهم. هيك نحن بنكسر الانزيمات اللي ممكن تساعد على تخريب اللون. هي اول خطوه. الخطوه الثانيه اذا كان عندنا خضار ورقيه مثل هيك، هي كزبره، فنحن اهم طريقه لحتى نحافظ على اي لون من الاطعمه الورقيه بدنا نحط معلقه معدن. هي المعلقه مفروض تكون هي اللي بتسحب هذا النوع من الانزيمات وبتحافظ لنا على اللون جديدة. ورونق اللون. هي اول مره اشوف انه حدا ممكن يحط معلقه بقلب الكيس. تمام، هو هذا الصح، لانه المعدن بيسحب اي شيء، اي روائح زائده واي بكتيريا، لهيك نحن بدنا نحطها بهي الطريقه. يعني بنحطها مع كل شيء ورقيات بدها تخزن، ملوخية، بقدونس، كزبرة، كل شيء 100%. بنحطها بهي الطريقة، تمام. أهم شغلة إنه لازم نطلع كل شيء هواء منها، تمام، ونتأكد إنه خلاص طلع كل شيء هواء، ونلفها بهي الطريقة مثل طريقة الساندويشة. أول شيء ما بتاخذ مساحة بالفريزر إذا حطيناها بهي الطريقة، وثاني شيء بتصير يعني الرول بيصير سهل إذا بدك تطالعيه لأنه يفك التجميد، هيك بهي الطريقة بيكون أسهل. شغلة ثانية فينا نستفاد منها لستات البيوت، هي طريقة كثير حلوة وسهلة، يعني فينا نقطع بقدونس، كزبرة، أي شيء ورقيات نحطهم
مع زيت زيتون او زبده نحطهم بمكعبات تبع الثلج تمام، ونحطهم بالثلاجه نجمدهم. بهي الطريقه نحن كل طبخه بتحتاج لهذا المكعب شويه زبده مع تمام، او زيت زيتون مع كزبره مع ثوم فينا نخلطهم. اكيد تفقد شوي من قيمتها الغذائيه بس هيك بتسهل لست البيت طريقه المولي. الطبخ تمام. عندنا كمان شغله كثير مهمه هي الخيار. شايفين هيدا التابر ويرا هيدا بلاستيك، هذا غلط. نحن ما مفروض نحط التابر ويرا بالبراد بلاستيك لانه بتمنع دخول الحراره البارده لجوا، فلهيك انه نحن بنأذي الخضار اللي بتكون موجوده بقلبها. لازم يكون ازاز. اهم شغله للخيار يضل يمكن هلا موسم الخيار، وانا بنصح اي حدا حابب ينقرش بالبيت اي مطماجع خس وخيار، هدول الشغلات اللي بتحتوي اول شيء على كميه مي عاليه فبترطب جسمنا بالصيف هلا بهالشوبات. ثاني شغله انه اكثر شيء هلا موسمهم يعني فما نسمي وسعرهم خفيف نظيف على الجيبه موجودين ومتوفرين. اهم شغله انه نحن مثل ما حاطين انا هون حاطه منشفه، هي المنشفه لافين فيها الخيار. اهم شغله انه نحن بنحط المنشفه من تحت وبنحط الخيار وبنغطيها، لانه مثل ما قلنا نحن الخيار رح بحاجه انه يكون بمنطقه مظلمه وبارده بنفس الوقت، هي بتساعدنا لحتى نحمي الخيار والجزر. هي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه كثير منا بنقطع الليمونه بنقطعها وبننسى النص الثاني، بنستخدم نص وبنخلي النص. طب النص الثاني بعد شوي بده يفقد قيمته الغذائيه كفيتامين سي، بده يتخرب، غير هيك انه بده يبس وينشف. فلهيك في طريقه كثير سهله وكثير حلوه انه لما نحن بنقطعها للليمونه نصين، اهم شغله بنرش عليها ملح. لما بنرش عليها ملح بنحطها بالبراد، فنحن هيدي العمليه نحن حافظنا ليومين على هي الليمونه تمام. حسيتك ضحكتي سلمى. عم يقولوا لنا الشباب عم يتعلموا شغلات جديده. مو بس هيك، لانه بال 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 بالبيت بنتجادل نحن على الليمون والملح وكذا بصير وما بصير، فانت هلا عم تعطي اجوبه انا مبسوطه فيها. يعني شغله ثانيه فينا عندنا طريقه ثانيه بس للاسف يعني صراحه كان خالص من عندي من البيت ما قدرت انا اجيب سلوفان او هيدا القصدير، ورق القصدير بيجي شو بيقولوا لون الومنيوم او هيك شيء، بنقدر نحن نغلفها فيها كمان بنقدر نحافظ عليها بهي الطريقه. وعم نتعرف هيك على وسائل يمكن لحفظ الاكل وبنفس الوقت عم ناخذ معلومه جديده تمكن السيدات صحية. يعني وياك عم ناخذ معلومات جديده أكيد اليوم. اكيد يمكن الصبايا هن اكثر شيء بيتعلموا وبيشتغلوا بالبيت، وحتى الشباب الكنترول كانوا عم يسمعونا عم بيعلقوا تعليقات انه عم ينقل الطريقه المخرج مشان يخبر مرته عليها. فخلينا نكمل، كنا عم نحكي على الليمون وعم ترشي عليه ملح. تمام. هلا في كمان اشخاص هن مفيده لهم الافوكا. الافوكا ممكن يكون سعرها شوي غالي، ممكن الاشخاص بيقدروا انه يجيبوها، بس هي بالساحل متواجده بكميه كثير كبيره وسعرها كثير رخيص. للعالم اللي حابين انهم يشتروا الافوكا ما عليكم غير تروحوا على اللاذقيه تشتروا من ريف اللاذقيه، كل شيء من هنيك افوكا بسعر قليل وفوائدها كثير عاليه. اول شيء بتحتوي على دهون جيده جدا. الاشخاص اللي هنا متعودين ياخذوها بيعرفوا انه لما بيفتحوها بيصير لمده بعد نص ساعه سلمى ممكن يصير عليها اسوداد. لحتى نحن نتفادى هذا الاسوداد بنعصر عليها نقطتين من الليمون، نحن بنحافظ عليها من يوم ليومين بدون هذا الاسوداد ما يتشكل. هلا عنا عدة اشياء نحن بالبيت بنقدر انه موجودين ببيوتنا بس ما بنعرف نحافظ عليهم. اول شيء هو الموز. الموز هو اسرع فاكهه ممكن تستوي بطريقه بسرعة. سريعه تمام. يعني نحن بعد يومين ثلاثه فورا بنشوفها انه استوت خصوصا مع الحراره هلا بشكل كبير. تمام. لحتى نحافظ عليها لانه هي كل ما كانت قاسيه كل ما كانت نسبه السكريات فيها قليله، وكل ما كانت مستويه ومهروسه اكثر كل ما كان سكريات كثير عاليه. بصير عسل. تمام. فهي القرمه من فوق، القرمه من فوق اذا نحن بنغلفها بالقصدير او بنغلفها بهيدا الالومنيوم نحن حنحافظ هي الماده الموجوده فيها اللي بتسبب لنا او غاز الاتيلين الموجود فيها اللي بيسبب لنا هذا الاسوداد ما عاد بينمنع انه هو يمر على كامل
نحن اذا بنغلف القرمه تبع الموزه بالقصدير فهذا حل كثير مناسب لحتى نمد من عمرها. الشغله الثانيه انه نحن ما بيصير نحط الخضار والفواكه بمنطقه قريبه من الغاز، لان الغاز فيه حراره كثير عاليه، فهذا بيساعد على نضوج الفواكه والخضره المحطوطه بالقرب منه. بالنسبه للبطاطا، كلياتنا بنحب البطاطا، ما في بيت ما بيحتوي على بطاطا. بنحطه اوقات بيطلع على البطاطا درانات، هي الدرانات او بقع خضراء وصفراء وهيك، لحتى نحن يعني نساعد بتطويل عمر البطاطا بدون ما يطلع عليها. هي الدرانات او هي البقع بنحط معها تفاحه، تمام؟ تفاح والبطاطا مع بعضهم كثير مناسبين مع بعض لحتى يمنعوا هاي الاكسده والشغلات اللي بتصير ممكن انه تاذينا، لانه بتتسمم البطاطا وبتصير مضره لنا اذا تناولناها وعليها درانات. بالنسبه للبندوره، كمان البندوره بنقدر انه نحن نغلفها بالقصدير او بالسلوفان. اهم شغله بدنا نشتريها ما تكون مستويه، اذا ما بدنا نحن فورا نطبخها فيفضل انه ناخذها شبه قاسيه شوي. لما نحن بنحط لها القصدير فنحن عم نطول من عمرها بالبراد، يعني بتصير بدل ما تضل معنا 4-5 ايام ممكن تستمر من اسبوع ل10 ايام. هلا بالختام سريعا لانه خلص وقتنا كثير، بدك تعلقي بس على تفريز الاكل داخل الفريزر، تماما، يعني زياده الطبخه او ممكن نقسم الطبخه لاسبوعين. صح، هلا احنا نحن دائما بنعمل حلل بالاكل، ما بنحسب حساب بس انه اكله اليوم، فدائما بيزيد من طبخاتنا. اهم شيء اذا بدنا نفرز هي الطبخات بدنا نحط عليها ستيكر، هي الستيكر بدنا نكتب عليها تاريخ طبخه الطبخه، يعني انا مثلا اليوم 21/5 طبخت مثلا فريكه كوسه وزاد منها، كتبت انه التاريخ 21/5، ممكن تضل معنا هي الطبخه لمده شهر لشهرين، او عفوا من شهرين لثلاث شهور بالفريزر، هيك نحن بنحافظ عليها. الشغلة الأهم إذا بدنا نحن نطبخ ونحطهم بالبراد مفروض يكون عنا قطع كبيرة، يعني كل ما قطعنا الخضار بقطع كبيرة كل ما قدرنا نحافظ عليها بالبراد وبالفريزر لوقت أطول، وخصوصا بعرف انه تاخر وقت بس خليني اقول هالمعلومه انه كثير مهمه، كجاج كل ما قطعنا قطع كبيره كل ما نحن ضاين معنا اكثر، القطع الكبيره ممكن تضاين معنا من 9 شهور ل 12 شهر بالفريزر، القطع المتوسطه الحجم ممكن تكون معنا ل 6 شهور، والقطع الناعمه او مثل اللحم الناعمه ممكن تضل معنا بس 3 شهور، مشان هيك بدنا ننتبه ونحط دائما ستيكر او ورقه بتاريخ طبخ الطبخه اذا نحن طابخين هي الطبخه لحتى نعرف قديش مده الصلاحيه، ممكن ضل سنه ونحن ما نرجع نسحب. اكيد اكيد، يمكن معلومات سريعه ومهمه ومفيده يعني حاولنا نمر عليها. بدنا نشكرك بالختام نور مانسترلي اخصائيه التغذيه على وجودك معنا، بنتمنى كل السيدات اليوم يكونوا استفادوا من هي المعلومات. شكرا كثير لك. ميرسي، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير على عيد الفطر. ينعاد عليك بالخير نور ولكل النصائح اللي قدمتي لنا اياها.